في سالفة شوي غريبة، وهي طبعا تخص فتاة يابانية اسمها يوكي. هالفتاة اليابانية تخيلوا من اليابان انتقلت إلى جدة علشان إيش؟ تتعلم أو تتعلم اللغة العربية. صح، تتعلم اللغة العربية، وأيضا قررت أنها تتعلم الثقافة السعودية، تحديدا ثقافة أهل جدة، وأخذت جلسة تصويرية عشان تستمتع في مدينة جدة التاريخية. مشاعل السعد، خلنا نشوف إيش عندها. مرحبا بكم، أنا أحب جدة من جد، عروسة بحر أحمر. أنا أبغى أصير زي جداوية كمان. بلباس الكيمونو التقليدي تندمج حضارتان في هذه الأروقة التاريخية بمرور يوكي اليابانية بينها. ابنة طوكيو تتجول في عروس البحر الأحمر التي اتخذتها سكناً لها منذ 6 أشهر. ليانا، أنا أسلمت منذ 5 سنوات ونصف، عشان كده ここから日本語になります。最初は他の例えばオマーンとか他の国も考えたんですけど、回収した後はやっぱりマッカに近いところっていうので、サウジアラビアがいいなっていうのがあって、それでサウジアラビアを初めて見て、 あ、いい国だな、思ったより人が優しいんだなとか、なんか人の優しさとか、あと、なんだろうな、気前の良さとか、助けるっていうのも、日本人が助けるよりも、もっともっとすごく、なんか、アナウサイドキみたいな、すごいそういう精神を感じて、あ、サウジアラビアいい国だなと思ったから選びました。 صدفته جمعت يوكي بالمصور طارق خوجة الذي ارتسم في مخيلته تخليد ثقافتين مختلفتين تماماً في صورة. فكرة التصوير أنا كان عندي من البداية، يعني استغلال منطقة جدة التاريخية بحاجة مفيدة وبشيء جديد خارج عن التكرار والمألوف، إنك تدمجي حضارتين مع بإخراجها بفن واحد. كنت بدور من فترة على أحد يكون من حضارة مختلفة، فأحد الأصدقاء دلني على يوكي اليابانية، فجاءت الفكرة إن أنا أصورها في جدة التاريخية لعملية دمج الحضارات. ما بين اختلاف الأحرف والنطق والعادات وصعوبة تعلم لغة جديدة، إصرار وعزيمة كبيرة من قبل يوكي لاحتراف اللغة العربية وتحديداً اللهجة الحجازية. مشعل السعد، MBC جدة.